ازيكم عاملين ايه؟ انا مبسوط جدا اني هنا بس متوتر جدا، العدد كبير قوي. ماشي، انا احمد الغندور، بعمل برنامج اسمه الدحيح لحد ما يعرفوش. شكرا جدا يا جماعه، متوتر فاحنا محتاجين نخفف الموضوع ده شويه. وفين الفيديو؟ شلتني الفيديو؟ ماشي. المفروض انتوا اللي تجيبوا الخيار وانا هجيب. ماشي، عشان انا شخص نارسيسستك جدا وبحب نفسي جدا، فبس اشغل لكم اول حاجه فيديو ليا وبس، وبعدين نرجع نكمل معايا تبع. هشوف الحلقه دي بتاعت الكون، وانا بعتبر السكتش الاولاني ده احسن سكتش انا عملته في ال 70 80 حلقه اللي اتعملوا قبل كده يعني. ف بجد انت شاطره جدا على فكره، الفيديوهات القديمه فعلا. كلمة اسمها truthiness كانت تم تناولها من ستيفن كولبير في وصف حرب العراق. هو ترم بيعبر على انه في حاجات ما هياش صح بس بتتقال بطرق معينة فتخليك حاسس انها صح، بيتحط لها كده شوية بهارات فتخليك تحس ان هي صح. المهم الكلمة بقت popular قوي، مريم ويبستر خلاها word of the year سنة 2006، وطلع بعد كده بقى مع وجود ترامب طلعت مجله زي التايمز قالت تروث از ديد، يعني على راي نيتشه لو حد يعرفه يعني. فطلعت كلمه تروثينس اللي هو ان انت بتقول حاجه وتغلفها بشكل معين بحيث ان هي تبان صح، تبقى شكلها ترو. لاحظت حد بيعمل لهذه الحكايه؟ هو فناني المفضل، انا بحبه جدا بحبه جدا، بحب نمبر 1 وبرقص كده وبعمل والملك و بس هو بلاحظ لو حد بيلاحظ ان هو فعلا بيجي يقول حاجه وعايز يبين ان هي اوثنتك بيقوم قايلها باللغه العربيه الفصحى، فيقوم قايل اذا لم توثق النجاح مش عارف ايه. فالمهم يعني فهو بيستخدم حاجه معروفه عند الناس، انما انت بتتكلم باللغه العربيه الفصحى تقدر تعدي الرساله اللي انت عايز تقولها من غير ما تجو ثرو ان انت تقول اللوجيك او تقول حاجه سوليد وراها. المهم اللي عايز اقوله ان هو انه في حاجات كده يعني بعد كده بنكتشفها في علم النفس وخاصه مجال اسمه بيهيفير ايكونومكس، ان احنا عن طريق ان احنا نقول كلامنا في صياغات معينه نقدر نخلي الناس تقتنع بالكلام اللي احنا بنقوله بغض النظر عن اسباب. فمثلا كان في تجربه مشهوره، كان واحده ست بتقوم رايحه لطابور، لو حد شافها دي كانت اول حلقه اعملها، كان واحده ست بتقوم رايحه للطابور، طابور واقفين عشان يطبعوا ورق، وبعدين تقول لهم لو سمحت انا عايز اطبع الورق، لقوا ان 60% من الناس كانت بتوافق ان هي تخش، لكن لو راحت قالت لهم لو سمحت انا عايز اطبع الورق عشان مستعجله. المهم يعني فكانوا لما كانوا الناس بتقول اسباب معينه كانت بتوافق تقريبا 96%، لكن لما الست راحت المره الثالثه وقامت قالت لهم لو سمحت انا عايز اقف في الصف عشان اطبع الورق، قال يعني الناس اللي واقفه في الصف مش واقفين عشان يطبعوا ورق. بس كونسبت ان انت استخدمت كلمه علشان خلتك بنسبة 90%، يعني أقل لما قلت من سبب ريزونبل، لما قال أنا عايز أطبع الورق عشان مستعجلة ده يعتبر سبب ريزونبل، لما قلت إن أنت عشان أطبع الورق النسبة بقت 90% في فرق 4% يعني. فبس ففي حاجات بتحطها كده في الصياغة تخليك تعدي حاجة أنت عايز تقولها بغض النظر عن صحتها. ماشي. بس في أمثلة طبعا الحاجات دي كتير، في مثلا فكرة الرايم، فمثلا نقول جمل زي اللي يتخاف منه ما يجيش أحسن منه. وهل ده شرط؟ احنا بنخاف من الاسود وبنخاف من اسماك القرش وما اظنش ان في يعني اوحش منهم يعني، فالمثل ضعيف بس عشان هو في رايم كده لطيف فبيش. طب عادي، امثله كتير بقى، في ما يسمى بالانتي ميتالوب ولا ايه مش عارف. المهم يعني دي حاجات مالوفه في حضارتنا ان هي بتعدي الحقيقه، فكره الرايم وفكره انه كونتكست معين او صيغه معينه بتقولها في الكلام فتقدر تعدي هذه الحقائق. كتير جدا من الميديا بتلعب على الحته دي، بتلعب ان هي تستخدم حاجه صيغ فاميليار عشان تقدر تعدي بيها حاجات. فمثلا احنا ممكن نتخيل ان حاجه زي المزيكا والافلام هي حاجه انتلكشوال جدا وحاجه ارتستيك، بنقعد كده نفكر، واحد بيقعد يفكر ويبقى عنده فكره معينه ويطرحها، لكن الحقيقه ان هو ماشي بستراكشر. في كتاب مشهور اسمه سيف ذا كات لاي حد بيكتب سيناريو، الكتاب ده بيمشي بستبس، يعني هو عامل تقريبا 7 مراحل كده. اي بطل يعني اي الافلام اللي هي بيسموها تشيك فليك اللي هي بتبقى يعني حاجات سريعه كده عاده بتستخدمها، لدرجه ان انت تقدر تتنبا حاجات معينه بالدقائق اللي بيظهر فيها الاكتس.
فهم بيمشوا على خطوات. وانا كنت هوريكم المفروض مجموعه من الفيديوهات اللي بتبين حتى حاجه زي المزيكا ريسنتلي throughout history بنشوف ان الكلمات ابتدى التكرار فيها يزيد. فمثلا يعني our latest success كانت انت اي كلام فضلت تتكرر مش عارف كام مره. فبس فكره ان انت تكرر حاجه كل ما كان الريتم او المزيكا او الكلمات اتقال كتير كل ما كان فاميليار كل ما ابتديت انت تحب حاجه زي كده. احنا بنحب الحاجات الفاميليار جدا بنحبها جدا يعني لدرجه انه فاميليارتي ماشي لدرجه انه كان في فيديو عامل تقريبا 40 مليون مشاهده على اليوتيوب اسمه Access of Awesome بيستخدم اربع كوردات لو حد عارف المزيكا اربع كوردات بس وبيجيب تقريبا 40 اغنيه من البلوك باسترز اللي كانوا نازلين في السنين اللي فاتت بس. فالمزيكا كلها بالرغم ان في كتير يعني في عدد كبير جدا من النوت اللي ممكن تتلعب الا ان احنا بنختار اربع كوردات بس عشان نقدر نحط عليهم مزيكتنا بس. وحتى الكلام ده مش بس بره في لو حد شاف الفيديو بتاع عمرو مصطفى لما كان في ابله فهيتا وكان بالظبط وقاعد يغني اغاني عمرو دياب هتلاقي برضه هو بيتحرك كوردات تقريبا ثابته. احنا ما بنغيرش قوي في المزيكا بنلعب حاجات فاميليار لان الناس بتحب الفاميليار بس. المهم انا الحقيقه كان عندي خوف جدا 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 من ان انا انافس اي حد في حاجه فاميليار. فالفاميليار ان الشخص بيطلع وبيشتغل شغلانه معينه طبيب مهندس يخش كليه تجاره يعمل حاجه فاميليار. وعاده الناس اللي بتوصل تبقى ناجحه مثلا في مجالات معينه بتبقى اكتر ناس كومبيتيتيف اكتر ناس مستعده ان هي تخوض حرب وتجتهد وتبذل مجهود فظيع. انا كنت شخص كومبيتيتيف كنت بخاف جدا فبالتالي كنت بهرب للحاجات الانفاميليار. وهنا اكتشفت سنه 2000 وكان 2000 وكان 2009 تقريبا يعني كان في فيديو كده كنت قاعد مره ببحث على النت قمت كاتب كلمه ثيري نظريه وبس واكتشفت ان في نظريه في الفيزياء اسمها سترينج ثيري. حد سمع عنها؟ هي نظريه روشه جدا جدا جدا. هي كانت بتقول ان مثلا عدد الابعاد الموجوده في الكون تقريبا 11 بعد. دي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. المعروف ان احنا عندنا اربع ابعاد بعد فوق وتحت فوق وتحت شمال يمين وايه تاني قدام ورا ده ثلاث ابعاد مكان وفي البعد الرابع اللي هو الزمن. فما بالك انا بقول انه في سبع ابعاد زياده. دي كانت حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. بس ابتديت استكشف المكان ده وابتديت اشوف الحاجات اللي هي الانفاميليار وبس وابتديت حاجه زي الدحيح نتيجه ان انا كنت مثلا رحت كومبيتيشن اسمها حد سمع عن مسابقه اسمها فيم لاب. هي مسابقه جامده جدا يعني بتطرح فكره علميه في 3 دقائق ولما طلعت انبسطت جدا وابتديت اشوف مين الناس بتعمل هذا النوعيه من المحتوى بره وابتديت اعمل حاجه زي الدحيح بره. سوري ان الكلام ابتدى بس المهم دي كانت صوره لاحد تقريبا الحلقه الخامسه اللي عملتها كان اسمها اسمه ايه ده نبذات من انترستيلر لو حد شافها هي حلقه كانت مشهوره جدا ات وينت فايرل عارفين عملت كام مشاهده اول ما نزلت عملها 5000 مشاهده صداع من لحظه فبس فانا كنت بحب يعني او مش كنت بحب يعني كنت مجبر ما بحبش اكمبيت فابتديت اروح للانفاميليار وابتدي العب فيه بس. فاظن حاجه زي الدحيح كان بالنسبه لي كان عشان انا بحب حته الانفاميليار دي. وهنا بقى نيجي للجزء النصيحه ماشي انا مش مؤمن بفكره النصيحه يعني بس بحب اعملها يعني مش مؤمن ان حد تعرض لظروف مختلفه وعنده انترست وهوايات مختلفه وحاجات كده وبعدين يجي يقول لي المفروض انا اعمل ايه بس بحب اقول كده يعني بالنسبه لي يعني خاصه لما الاورجنايزر بتوع الايفنت قالوا لي ان اغلبيه الناس هنا في سن صغير حاسس ان دي فعلا اعظم فرصه لان انت تروح للانفاميليار تروح للغير مألوف. هنا ايه ده ليه حرقت النكته ماشي ان انتوا فعلا تروحوا للانفاميليار ماشي ايه بتاعته ماشي ان انتوا فعلا تروحوا للانفاميليار دي فعلا بتبقى فرصه عظيمه خاصه وقت هاي سكول انت بقى عندك اجازه في الصيف فعندك فرصه ان انت تقرا وتتعلم وتكتشف ناس وتشتغل شغلانات وتعمل حاجات كده. دي بالنسبه لي كانت تجربه ورث جدا 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 ان انت تعمل حاجات مختلفه خاصه لان بيبقى عندك وقت فراغ كبير. بعد كده لما تخش الجامعه بتتشغل شويه ما زال بيبقى عندك وقت صيف وده بتبقى حاجه مميزه جدا بس بعد كده من الشغل بتبقى فعلا الدنيا صعبه فبس. فدي لو في نصيحه ممكن اقولها لكم فهي ان انتوا تذهبوا وتبحثوا بره الفاميليار وورلد. فين بقى تشوفوا هذا الانفاميليار وورلد؟
في المصادر، تنزل تبص بص على المصادر. ناس طبعا شوفوا الحلقات اللي فاتت وتنتظروا الاسبوع الجاي الحلقه الجديده. في حلقه بكره صح؟ في حلقه بكره.